الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس بسيط جدا اسمه حل المعادلات في نون، أي حل المعادلات في الأعداد النسبية. وقلنا قبل كده يعني إيه عدد نسبي. عدد نسبي يعني على الصورة أو على صورة بسط ومقام، على صورة ألف على ب، بشرط إن ال ب ما تساويش الصفر. يبقى عندي شرط علشان أقول على العدد اللي قدامي ده عدد نسبي، لابد أن تكون الصفر أو ب لا تساوي الصفر. يعني إيه بقى معادلة؟ معادلة ممكن ناخدها من اسم أو من تعادل. تعادل يعني دايما الطرفين متساويين. بمعنى أنا لو عندي ميزان بالشكل اللي قدامي ده، لو عندي ميزان بالشكل اللي قدامي ده، فأنا في درسنا النهاردة دايما بحاول اخلي الكفتين متساويتين، يكون في ما بينهم تعادل، يكون دايما في تعادل بين الكفتين. بمعنى انا لو عندي هنا 4 تفاحات ومعاهم سين، سين ده يعني ايه؟ يعني حاجة او رمز انا معرفوش، رمز انا معرفوش، انا معرفش سين دي يعني ايه، يعني كام تفاحة. وبالتالي سين زائد 4 تفاحات بيساوي في الكفة التانية كام تفاحة؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، 7. وبالتالي علشان اخلي الكفتين متساويتين لازم سين دي تكون كام تفاحة؟ دول 4. علشان يوصلوا لـ7 يبقى لازم تكون الكفة دي فيها 3 كمان مكان السين، يعني السين دي بـ3 تفاحات. وبالتالي مجموعة الحل بقول ان السين بيساوي 3. بس انا مش كل مسألة اقعد ارسم الميزان واحسب بالطريقة دي، وبالتالي عندنا طرق اخرى هنشوف مثال مع بعض. بيقول لك حل المعادلة س زائد 21 بيساوي 8 في ص. يعني ايه في ص؟ يعني في الاعداد الصحيحة، في الاعداد الصحيحة. يعني لازم مجموعة الحل اللي تطلع معايا تطلع بتنتمي للأعداد الصحيحة. فالحل عندي هيكون كالآتي: عندي س زائد 21 بيساوي 8، دي المعادلة الأصلية. أنا دايما في المسائل دي أو مسائل المعادلات بحاول إن أنا أخلي الس لوحدها في طرف، دايما أتخلص من الأرقام أو الأعداد اللي جنب الس. طيب أنا عندي إيه هنا جنب الس؟ عندي موجب 21. علشان اتخلص من موجب 21 ده ممكن اوديه الطرف الثاني. طيب انا هوديه الطرف الثاني، هل هيتحرك زي ما هو 21؟ لا، ده لازم يتغير. يعني هنا هو موجب 21، لما يروح الناحية الثانية هيبقى سالب 21. طب لو هو اصلا سالب في ناحية السين، يعدي الناحية الثانية يبقى موجب. يعني احنا بنعكس الموجب بنخليه سالب والسالب بنخليه موجب، كل غرضنا ان احنا بنخلي السين لوحدها في طرف. وبالتالي لما اودي الـ21 الناحية التانية السين هتنزل مكانها، يساوي هتنزل مكانها، 8 هتنزل مكانها، والـ21 هي اللي اتحركت الناحية التانية، وبالتالي هتساوي سالب 21. واطرح طرح عادي، اطرح طرح عادي، السين هتنزل زي ما هي بتساوي 8 ناقص 21. هو الرقم الكبير الـ21 ولا الـ8؟ أكيد الـ21. طب الـ21 قصاده أو قدامه علامة أو قدامه السالب، وبالتالي السالب هيفضل معانا. يبقى باخد إشارة الرقم الكبير وأنا بجمع وبطرح، باخد إشارة العدد الكبير. العدد الكبير عندي 21، وبالتالي السالب هينزل. يبقى السين بتساوي سالب وتمانية، أو 21 منها 8 بيساوي 13، والسالب 13 ده بينتمي فعلا للأعداد الصحيحة، وبالتالي الحل بتاعي صحيح. يبقى أنا إيه دايما بدور إن أخلي السين لوحدها في طرف، أتخلص من العدد اللي جنبها. مثال آخر بيقول لك أوجد مجموعة الحل 2 س بيساوي 6. بنفس الطريقة أنا عاوز أتخلص من العدد اللي جنب السين، بس هنا في فرق. هناك كان موجب 21 جنب السين،
يعني في زائد او ناقص، فبودي العدد الناحية التانية بعكس الاشارة. انما هنا الاتنين دي لازقة في السين، مفيش ما بينهم اشارات، لازقة في السين. وبالتالي هعمل ايه؟ كل اللي هعمله علشان اتخلص من الاتنين دي هقسم عليها، وما ينفعش اقسم في كفة واسيب الكفة التانية. زي ما قسمت في الكفة الاولى لازم اقسم في الكفة التانية. فاتنين على الاتنين هيضيعوا مع بعض، هيتبقى لنا سين، وستة على الاتنين هيروحوا مع بعض، أو ستة على الاتنين فيها التلاتة، وبالتالي س بتساوي تلاتة، س بتساوي تلاتة. إذا مجموعة الحل بيساوي أو بتساوي تلاتة. الغرض من الدرس ده إن ابننا يكون قادر على حل المعادلات، لأن فيما بعد لو دخل كلية مثلا زي كلية هندسة هيستخدمها في حل المنشآت أو تحليل المنشآت، هيستخدمها دايما في تحليل المنشآت. تمرين، عاوزينكم ان شاء الله تشاركونا حل المسألتين دول في الكومنتات، تقول لنا ازاي شرحتها لابنك او بنتك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.